اهلا بكم مع درس جديد من دروس ماده الرياضيات. درسنا النهارده هنتكلم فيه عن الزوايا والمستقيمات المتوازيه. اول مسلمه هتتكلم عن الزوايا المتناظره، وزي ما قلنا قبل كده ان الزوايا المتناظره هي زوايا تقع على نفس الجانب من القاطع، احداهما داخليه والاخرى خارجيه. مسلمه الزاويتين المتناظرتين، اذا قطع مستقيمين متوازيين فان كل زاويتين متناظرتين متطابقتين. مثال على ذلك زاويه واحد تتطابق مع زاوية 3، زاوية 2 تتطابق مع زاوية 4، 1 و3 متناظرة، 2 و4 متناظرة، زاوية 8 تتطابق مع زاوية 6، زاوية 7 تتطابق مع زاوية 5. في الشكل المجاور، قياس زاوية 5 بتساوي 72. أوجد قياس كل من الزوايا الآتية: زاوية 4، من المعطيات زاوية 5 بتساوي 72 درجة. زاوية 5 متناظرة مع زاوية 4، إذن قياس زاوية 4 بتساوي 72 درجة بالتناظر. قياس زاوية 4 وقياس زاوية 2 متطابقتين بالتقابل بالرأس. إذن قياس زاوية 5 بيساوي 72 درجة معطى، إذن قياس زاوية 4 بتساوي قياس زاوية 5 بتساوي 72 درجة بالتناظر. قياس زاوية 2 بتساوي قياس زاوية 4 بتساوي 72 درجة بالتقابل بالرأس. يبقى العلاقة ما بين زاوية 4 وزاوية 5 التناظر، العلاقة ما بين زاوية 2 وزاوية 4 العلاقة بين المستقيمات والزوايا. نظرية الزوايا المتبادلة داخليا، إذا قطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين داخليا متطابقتين. مثال على ذلك زاوية 1 تتطابق مع زاوية 3، وزاوية 2 تتطابق مع زاوية 4. نظرية الزوايا المتحالفة، إذا قطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متحالفتين متكاملتين. الزوايا المتكاملة هما زاويتين مجموع قياسهما 180، معنى كده ان زاوية 1 زائد زاوية 2 هتساوي 180 درجة، وزاوية 3 زائد زاوية 4 بتساوي 180 درجة. نظرية الزوايا المتبادلة خارجيا، اذا قطع مستقيمين متوازيين فان كل زاويتين متبادلتين خارجيا متطابقتين. مثال على ذلك زاوية 5 تتطابق مع زاوية 7، وزاوية 6 تتطابق مع زاوية 8. استعمل الشكل المجاور لإيجاد المتغير في كل مما يأتي. إذا كان قياس زاوية 1 بتساوي 85 درجة، قياس زاوية 1 بتساوي 85 درجة، وقياس زاوية 4 بتساوي 2x ناقص 17. 2x ناقص 17. أوجد قيمة x. لا توجد علاقة مباشرة بين زاوية 1 وزاوية 4، ولكن زاوية 3 وزاوية 4 متحالفتين ومتكاملتين. زاوية 4 وزاوية 8 متبادلتين داخليا ومتطابقتين. لإيجاد قيمة x نوجد أولا قياس زاوية 8. قياس زاوية 8 بيساوي 180 ناقص 85، لأنهما زاويتين متجاورتين على مستقيم واحد، يبقى إذن هتساوي 95 درجة. قياس زاوية 4 بتساوي قياس زاوية 8 بالتبادل. قياس زاوية 4 بتساوي قياس زاوية 8 بالتبادل. بالتعويض، إذن 2x ناقص 17 بتساوي 95. بحل المعادلة 2x بتساوي 95 زائد 17
اذا 2x بتساوي 116 بالقسم على 2، اذا اكس تساوي 58 درجة. إذا كان قياس زاوية 7 بيساوي 7y زائد 6، وقياس زاوية 3 بيساوي 4y زائد 30، أوجد قيمة y. من المعطيات: قياس زاوية 7 بتساوي 7y زائد 6، قياس زاوية 3 بيساوي 4y زائد 30. لإيجاد قيمة y، العلاقة بين زاوية 3 وزاوية 7 الزوايا متبادلة داخليا، إذا الزوايا تكون متطابقة. إذا قياس زاوية 7 بيساوي قياس زاوية 3 بالتعويض، إذا 7y زائد 6 بتساوي 4y زائد 30. بحل المعادلة يبقى 7y ناقص 4y بتساوي 30 ناقص 6، إذا 3y بتساوي 24 بالقسم على 3، إذا y بتساوي 8.